Hello guys, welcome to my channel. Let's learn English together. أهلا وسهلا بكم أعزائي في قناة لنتعلم الإنجليزية معا. اليوم إن شاء الله فيديو جديد مهم جدا لسنة رابعة متوسط، بما أنهم في أو على أبواب امتحان شهادة التعليم المتوسط التجريبي، فأنا أحاول بإذن الله مساعدتهم قدر المستطاع في توفير فقرات بسيطة وسهلة، لأنهم في امتحان هذا التجريبي يحتاجون إلى دراسة الفصل الأول مع الثاني والثالث. إذن أعزائي، قبل أن أبدأ في فيديو هذا اليوم، لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك. إذا كنتم مشتركين جدد لا تنسوا تضغطوا على سبسكرايب أو اشتراك. إذا كنتم مشتركين لا تنسوا أن تدعموني باللايك ليصل الفيديو إلى أكبر مشاهدة ولأكبر عدد من التلاميذ ليستفيدوا منه. إذن أعزائي، اليوم إن شاء الله سيكون فيديو حول فقرة عن مسار رحلتي للفصل الأول. إذن my itinerary trip. أول ملاحظة، عندما نذكر مسار رحلتي ماذا سنستعمل؟ سنستعمل chronological words، أي الروابط المنطقية، أو connectors. ما هي الروابط المنطقية؟ نعني بها first، then، after that، and finally. ماذا نعني بهذه الكلمات؟ هي التي تربط لنا في الفقرة بين sentence and other sentence، أي بين جملة وجملة أخرى، أو تعطي لنا مراحل رحلتي، أي من مكان إلى مكان. لنرى الآن المثال الذي حضرته لنهار اليوم. إذا today I am writing to you to tell you about my itinerary trip in last summer with my family by car. إذا اليوم سأكتب لك أو لك لإخبارك عن رحلتي أو عن مسار رحلتي في الصيف الماضي. مع من؟ مع عائلتي. وعن طريق ماذا؟ عن طريق أو بالسيارة. إذن أول شيء على التلميذ أن يحفظه هو أن الفقرة حول مسار رحلتي ستذكر فيها الزمن أو الزمن الذي ذهبت فيه، المكان الذي توجهت إليه، إضافة مع من ذهبت، وأيضا الوسيلة التي استخدمتها. إذا قلنا أن هنا المقدمة إذا كان هناك رسالة. إذا for example طلب منك في الوضعية الإدماجية أن تكتب لصديق عن رحلتك، إذا تقول today I'm writing، إذا اليوم أنا أكتب لك لماذا؟ لأخبرك عن رحلتي في الصيف الماضي مع عائلتي وبالسيارة. الآن نبدأ في العرض. العرض ماذا سيحتوي؟ سيحتوي عن مسار رحلتي. سنبدأ ب first connector، أول رابطة هو first. أولا we went to Algiers، إذا أول رحلة كانت إلى الجزائر العاصمة. And we stay or we stayed، لأننا في الماضي نقول we stayed two days. إذا بقينا في العاصمة يومان. We visited مقام الشهيد، زرنا فيه مقام الشهيد. It was amazing، كان رائعا أو مذهلا. It was amazing memorial، كان معلم تذكاري رائع أو مذهل. And we walked in Kasbah streets، ومشينا في شوارع القصبة. Also we visited الحامة garden، أيضا زرنا ماذا؟ زرنا حديقة الحامة في العاصمة. It was so beautiful، كانت رائعة جدا أو جميلة جدا. Then we went to Oran or الباهية، إذا الوجهة الثانية كانت إلى أين؟ إلى وهران، أو كما يسمونها الباهية، as they call it، نعني بها كما تلقب أو كما يسمونها. And there we saw Santa Cruz Castle، وهناك ماذا رأينا؟ رأينا قصر أو قلعة سانتا كروز، which was built by Spanish، والتي بنيت من طرف الإسبان. And we visited الباي كاسل، أيضا زرنا قصر الباي، which was built by محمد باي، one of the ruler of the Ottoman Empire. إذا هذا القصر أو هذه القلعة بنيت من طرف العثمانيين، وبالتحديد محمد الباي أحد الأباطرة العثمانيين. And I felt
as I returned millions of years in the past. وشعرت عندما وقفت هناك بأني عدت بالزمن لملايين السنين في الماضي. And we swam on Bosphore Beach, the famous beach in Oran. إذن وسبحنا في شاطئ يدعى شاطئ البوسفور الأشهر في وهران. After that, بعد ذلك, we went to Constantine. ذهبنا إلى قسنطينة. And there we visited the suspension bridges. نعلم أن قسنطينة معروفة بالجسور المعلقة. Suspension bridges هي الجسور المعلقة. أول جسر زرناه باب الكانترا بريدج. كان أول جسر. ثم سيدي راشد and سيدي مسيد. They were huge and very high. كانوا ضخمة أو كانت الجسور ضخمة جدا وعالية. I took many photos and I bought souvenirs. واشتريت بعض التذكارات. Finally الآن connector في الأخير finally ستكتب أو سيكون عبارة عن خاتمة. We returned to my city. عدت إلى مدينتي. It was a beautiful trip. كانت رحلة رائعة وجميلة. We have enjoyed too much. لقد استمتعنا كثيرا. إذا كانت رسالة ستكتب اسمك في نهاية الرسالة. إذا أعزائي الملاحظة المهمة التي سأعطيها للتلاميذ بالنسبة لمسار رحلتي في الماضي. ستكتب الأفعال in the past في الماضي. ليحذر التلميذ من هذا الموضوع. أيضا إذا كان في المقدمة ستتحدث قليلا عن المقدمة ستخبر فيها عن متى كما قلت متى حدث وذهبت إلى هذه الرحلة ومع من وبماذا ذهبتم أي بسيارة أو بقطار أو بحافلة. قلنا استعمال connectors أو الروابط المنطقية. First تكون capital letter then you put comma وتضع comma بعدها. أيضا بالنسبة لي then ستضع full stop and capital letter and comma لتبدأ فكرة جديدة. After that أيضا نعني بها بعد ذلك. ويمكن أيضا استعمال next ثم finally كخاتمة ستذكر فيها عن استمتاعك بهذه الرحلة وأنك تتمنى العودة من جديد أو أنك ستخطط لرحلة جديدة. إذن أعزائي هذه كانت بالنسبة لفقرة الفصل الأول مسار رحلتي My Itinerary Trip بالنسبة لداخل الجزائر. إن شاء الله تكون هذه الفقرة مفيدة. إذا كان هناك أي اقتراح أو أي استفسار لا تنسوا أن تتركوا لي في التعليق ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك دائما. إلى اللقاء. Goodbye.